شو بتقول لشباب التيار الوطني الحر؟ هلا امبارح شفناهم تحركوا عفويا قدام طريق قصر بعبده، وكل مره عم يتحركوا اصلا ما قصروا ولا يوم، يعني بتشرين الثاني عملوا مظاهره كبيره على طريق قصر بعبده وعملوا تحركات كثيره والى اخره، بس يعني كلنا بنعرف انه يعني الاستهداف المستمر اخر شيء بخلي انه الواحد يقول انه هيك يتعب. شو بتقول للتعبانين وشو بتقول للتيار كله سوا؟ جاد، نحن ما مشينا مع العماد هون الى جانب العماد هون لانه ولا مره قلنا شو وراي تعالوا شو معي، وكثير مهمه كقائد هيك يعمل مع العماد هون. بدك تمشي، بدك تكون ليدر، بدك تكون بيونيه، يعني قائد ورائد، رواد وقاضي. وين ما كنت مع العماد عم بدك تكون مسؤول، بدك تكون قائد، بدك تكون ليدر، بدك تكون بيونيه. رائد مش عسكري، الرائد هو المقدام يعني طليعي، يعني طليعي قبل غيرك، طليعي. هيك بدك تكون مع العماد عم، بدك تكون شفاف مثل البلورة، بدك تكون شفاف مثل البلورة. لو مع العماد عون بدهم يسرقوا ويعملوا ثروات ما كانوا مشوا معه، ما بيمشوا معه. بده يعمل ثروة ويلحق مصالحه ويلحق فلان وفلان ورأي فلان وفلان، وساعة هذا رأي وهيك، ما بيقدر يمشي مع العماد عون. تيار خلق مثل ما قلت لك بقلب النار بالقصف وبالدمار والرعب ومنهز. تيار تربى بكنف الجيش اللبناني وتعلم منه الشرف والتضحية والوفاء، صارت نمط حياة عنده. تيار انوجد للمواجهات المستحيلة اللي كانت عسكرية وغير عسكرية، مهمته يتغلب عليها لمصلحة الوطن مش لمصلحته هو. تيار ضل لاخر ساعه صامد ل 13 تشرين. تيار يعني العونيه، انا عم بحكي هلا العونيه يعني الحاله الكبيره. بتذكر وقتها قبل 13 تشرين بشوي كان معنا كاتب فرنسي اسمه جون كلود بوري. كانوا الفرنسيين اجوا النواب الفرنسي وقتها اجا معهم. واقفين نحن وياه عشيه. قال انتم للاسف ما نكون جيل عون. منا نأذوا يعني انه مين انت مفكر حالك تقول نحن مش جيل عون او جيل عون؟ قال لا فهمتوني غلط. انتم جايين من خلفيات متعدده. مشيتوا مع العماد هون. جيل عون ببلش اليوم. وقتها قال من التسعينات. هيدا اللي بده يعمل التغيير بلبنان. هيدا اللي بده يعمل التغيير بلبنان. طيب جيل عون نعجن بمبادئ ومواقف وبطولات وإنسانية العماد ميشيل عون. جيل عون عليه مسؤولية كبيرة، حافظ على الأمانة وعنده كنز غالي كتير يشوف حاله فيه، وأغلى شيء بورثه لأولاده أنه ناضل مع العماد عون. انت انوجدت تما تيأس، المناضل ما بيأس، لما بيأس بيكون انتهى. دورك اليوم انك تكون الامل للناس، هي اللي قلنا اياها ب 14 تشرين. انت ما راهنت على حصان، انت خدت خيار حياه تدافع عن لبنان وتحمي اهله. هي مهمتك. ما فيك تطلع منها. تكون عم تطلع من زيتك. لا تتأثر باللي عم يحكوا عليك ويضللوا الناس. كل شيء له نهاية، حبل الكذب قصير مثل ما بيقولوا.
انت كون المصحح والخي الحاضن للي عم بيضللون. لما انت بتزيع ما بتزيع عن الخط وبتصدق معهم بيحترموك واكثريتهم بيصيروا معك. هل بدي اقول لهم اياهم. اللي عم بتشوفوه صار على الاخر. الشمس بدها تشرق. والمثلكم كتار، جمعوا بعضكم تنقضي على هالزمرة. هيدي ضربة الأخلاق بلبنان وضربة القيم وضربة العقول وشتتت العقول. تعالوا تنجتمع كلنا سوا، هيدي دوركم. ممنوع يكون عوني عم بينق بالمراحل الصعبة. انت الديك، انت القائد، نحن بنشوف حالنا فيكم واملنا فيكم كبير. لفخامة الرئيس بدي اتوجه لك الليلة مش كمسؤول، كرفيق دربك، كمناضل، كلبناني. انت اللي وقفت وحدك على تلة بعبدة وقلت انا حر، من حق شعب لبنان العظيم يكون حر. وقت اللي كلهم، وقت البعض منهم كانوا عم بيعرضوا باحضان غازي كنعان ورستم غزالي وعبد الحليم خدام، وقبل كانوا عم بيعرضوا باحضان اسرائيليه. انت معك تعلمنا ما نخاف من الموت، معك تعلمنا انه الوطن لبنان المزرعة سعره سمسرة وتنازلات، ولبنان الوطن سعره دم وتضحيات. معك صرنا نجيل قضية مش زلم حدا. بدي اتوجه لك، انت القائد الكبير اللي بتبكي على اولادك وعدت اولادهم بوطن يليق بتضحياتهم. نحن معك للاخر لنحقق هالامنيه. انت خلصتنا من عقده الخوف وذهنيه الرهينه. بدي اتوجه لك الليله باسم كل الشرفاء. نعم انت وحدك بتعبر عن راينا وبتجسد طموحاتنا. انت اللي بدك تقضي على الفساد والفاسدين. وتحصن الوحدة الوطنية. تبني لبنان القوي الآمن المزدهر المستقل مع كل الشرفاء. انت جمرة الحرية والكرامة اللي بيدق فيها بيدوب بعين الغدر. انت رجل الخلاص، نجمة الصبح اللي ما راح تغيب. قال من حقق نحن وياك كل الأمانة اللي حلمنا فيها. والليلة قدامك، قدام كل شعب لبنان، بدنا نقول كنا نقوله بعبدة، وحياة الراحة وبعدهم بالبال، وحياة الصغار المجدون جاي. وطني لبنان برجال رح منزنرك، بزنود رح منعمرك. هيدا الوطن، هيدا الوعد، هيدا العهد، هيدا الوعد. يا فخامة الرئيس، يا قائدنا، يا بي الأوادم. يعني شكرا لك دكتور كير رفول. نحن يعني اذا كان الرئيس عون هو رمز، ف
فكمان حضرتك رمز كبير بالنسبة لنا وبالنسبة لكل الشعب اللبناني. بنشكرك وبنقدر أكيد تأثرك، ونحن مثلنا مثلك بهذه الحالة. شكرا لك، شكرا لك. يعني مشاهدينا هم نوصل لختام حلقة، رح نبقى سوا مع الدكتور بيير رفول.